ولتسليط الضوء على الأوضاع في الأراضي المحتلة معنا من إسطنبول تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني. أهلا ومرحبا بك أستاذ تيسير. بداية نبدأ من ذكرى النكبة، كيف تمر الذكرى هذا العام لا سيما وأن هناك موضوعا ما يزال عالقا وهو القدس؟ تحية لكم أخي الكريم ولقناتكم الكريمة. حقيقة أخي، بمرور 70 عام على النكبة الفلسطينية، أثبت الشعب الفلسطيني خلال الأشهر الأخيرة أنه ما زال يحافظ على فكرة العودة وفكرة أنه لابد من العمل من أجل العودة. وحقيقة أخي، ربما ما قام به الرئيس الأمريكي من إثارة موضوع نقل السفارة إلى القدس جعل الكثير من الملفات تعاد فتح من جديد. فأصبح الكلام العام لدى الفلسطينيين أنه ليس الحديث عن نقل سفارة، إنما الحديث عن تصفية قضية فلسطينية. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بنكبته أو بذكر نكبته أصبح يحاول أن يعيد المبدأ إلى يعيد الكرة إلى الملعب الأول أو إلى المكان الصحيح، وهو أن الأصل هو العودة. طيب، يعني كيف ستسير الأمور، خصوصا أن قوات الاحتلال الصهيوني شرعت بإغلاق مناطق الضفة، ويأتي ذلك تزامنا مع احتفالاتهم قيام الكيان الصهيوني المحتل؟ أخي حقيقة، أنا عندما كنت أعيش في القدس والضفة الغربية لسنوات طويلة، الاحتلال يكون بكل عام بهذا الإجراء، وأصبح إجراء روتيني لدى الاحتلال، وهو إغلاق الحواجز العسكرية. ولكن كلنا نعرف أن هذه الدولة التي تسمي نفسها دولة منذ أكثر من 70 عام لا تستطيع أن تحفظ أعيادها إلا إذا قامت بإغلاق المعابر والطرق عن تقريبا 5 مليون بني آدم، حتى تقوم ببعض الحفلات التي تقول للعالم أنها هذه الدولة. وهذا يعزز أن الوجود الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة في الضفة والقدس وال48 وقطاع غزة مبدأ واضح أن الاحتلال ما زال يخاف من هذا الكم البشري. في الوقت نفسه هناك اقتحامات شبه يومية للمسجد الأقصى من قبل الصهاينة، ما الغاية منها برأيكم سيد تيسير، وهل هنالك مخاوف من انفجار الوضع في القدس؟ حقيقة أخي، الاحتلال الإسرائيلي يحاول استغلال الوضع العام في المنطقة العربية ووضع التغييرات التي تحدث في بعض الدول من أجل إعادة تثبيت بعض الأمور التي لم يستطع أن يثبتها خلال السنوات الماضية. محاولة اقتحام المسجد الأقصى قبل أكثر من 17 عام أو 18 عام كانت انتفاضة الأقصى، وبعد ذلك يحاولون إدخال من هنا مستوطنين ومن هناك بعض المجموعات الجيش، والجميع يعرف أنهم بدون حماية الجيش لن يستطيعوا أن يدخلوا. بالإضافة إلى الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي يوميا وبشكل منهج ومبرمج إلى المسجد الأقصى، هناك حملات اعتقالات في الضفة الغربية أحيانا تزيد عن 50 معتقل يوميا في مناطق الضفة الغربية. وهذا يعزز أنهم لا يسيطرون في الضفة الغربية ولا يستطيعوا أن يثبتوا شيء جديد في المسجد الأقصى، لكن يحاولوا أن يزيدوا جرعة الاقتحامات للمسجد الأقصى ليحاولوا أن يثبتوا فيما بعد أنه هناك تقسيم زماني وتقسيم مكاني. لماذا يصمت العالم والمجتمع الدولي عن الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني، خصوصا أن هنالك تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية تشير إلى استخدام أسلحة محظورة ضد المتظاهرين؟ أخي بالبداية، بما أن الاحتلال الإسرائيلي دائما يستخدم أسلحة محظورة، وكلنا رأينا الفسفور الأبيض كيف كان يضرب بقطاع غزة، وكيف بالمظاهرات يستخدم بعض الغازات التي لها علاقة بالأعصاب وتثير الأعصاب، وبعض العلاقة لها علاقة باستخدام بعض المواد الحارقة التي تستخدم ضد المواطنين، واستخدام القنابل الصوتية في أماكن مغلقة وما تسببهم من أضرار هائلة. هذا لسنوات طويلة احتلال. لا، المعنى الرئيسي أنه استخدام إسرائيل لهذه، لأنها تعرف أنه لا يوجد أحد يحاسبها ولن يقوم أحد بضربات ما ضدها، لأنها تشكل جزء من المنظومة الدولية التي تعمل على تصفية القضية الفلسطينية. الأمر الآخر، أن ماذا العالم سوف يعمل؟ العالم ما دام نحن موجودون على الأرض وثابتون ونقاوم، يوم من الأيام سوف تتغير معادلات وسوف يكون بجانب رئيسي معنا. نحن نعتقد أنها احتلال جزء من ما مصير المصالحة. ما مصير المصالحة الفلسطينية في ظل مقاطعة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين؟ أخي، المصالحة أو نتكلم بشكل عام، المصالحة الفلسطينية هي يبدو أنها من طرف واحد، الطرف الذي يعرض فيه تسليم قطاع غزة وتسليم المعابر لكن يبدو أن السلطة الفلسطينية لها موال آخر تريد أن تتقرب فيه من الرئيس الأمريكي، للرئيس الأمريكي الذي يعمل على محاصرتها وتهميشها. كان معنا من إسطنبول السيد تيسير سليمان المحلل السياسي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.